ميز الله تبارك وتعالى سيدنا جبريل عليه السلام عن الملائكة وجعله قائدا لهم، وخصه بقدرات لم يخص بها الملائكة ولا أحد من المخلوقات سواء خلقا أو تكليفا، فهو حامل الوحي، والوحي هو كلام الله جل جلاله، وهو من ينزل بالشرائع والأحكام من رب السماء إلى الأرض، وهو من يدمر الأمم الظالمة. وخلقه الله خلقا عظيما، ميزه ومنحه قدرات هائلة، فالملائكة خلقا عظيما من خلق الله عز وجل، خلقهم الله تبارك وتعالى من نور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وقد نزع الله من الملائكة الشهوة، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، لا يوصفون بالذكورة والأنوثة. فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون، ولا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. ومن الملائكة حملة للعرش، وخزنة للجنة، وخزنة للنار، والحفظة والكتبة، وملائكة للسماء، وملائكة للأرض. وفضل الله بعضهم على بعض، فجعل المقربين أفضل الملائكة، ثم أفضل هؤلاء المقربين جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. وقد كلف الله الملائكة بمهام كثيرة، مثل تبليغ الوحي والنفخ في الصور ونزع أرواح العباد وتبليغ الوحي إلى الرسل. وقد اختار الله جبريل عليه السلام ليكون أمينا للوحي، فهو الواسطة بين الله عز وجل وبين الرسل، فهو رسول الله من السماء إلى رسل الله في الأرض. فكرم الله جبريل عليه السلام ورفع مكانته على غيره من الملائكة الكرام. وكان لجبريل عليه السلام حسن الهيئة، فخلقته كريمة عظيمة وصفاته حميدة، وكذلك كل الملائكة عليهم السلام. قيل: وللملائكة أجنحة يختلف عددها، فمن الملائكة من له جناحان، ومنهم من له أكثر، وكان لجبريل عليه السلام 600 جناح. وكلمة جبريل تعني لغة عبد الله، وفي قول آخر جبريل أو جبرائيل معناها بالعبرية رجل الله، فكلمة جبرا تعني رجل، وكلمة إيل تعني الله. ولجبريل عليه السلام أسماء عديدة ذكره الله بها في القرآن الكريم، كالروح والروح الأمين والروح القدس وأمين الوحي وروح من أمر الله والناموس الأعظم. ولقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام في القرآن الكريم بخمس صفات: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فوصف الله عز وجل جبريل عليه السلام بأنه رسول كريم جميل المنظر بهي الصورة كثير الخير، وأنه قوي لا يعجز عن تنفيذ المهام الموكلة إليه، وله مكانة عند الله، وله جنود وأعوان يطيعونه في أمره، وأنه أمين يحفظ ما يحمله ولا يخون. وقد التقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام مرات عديدة، وكان أول لقاء له به في بادية بني سعد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حينها طفلا صغيرا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه وصرعه وشق عن قلبه، فاستخرج القلب ونزعه فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لئمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه أي مرضعته حليمة السعدية، وقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر هذا المخيط في صدره. وقيل أن حادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم حدثت مرتين، وقال بعضهم حدثت ثلاث مرات. قالوا: إن الأولى وهو في الرابعة من عمره، وقالوا: إن الثانية عند مبعثه صلى الله عليه وسلم، والثالثة في الإسراء والمعراج، ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 من عمره، وكان في غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، كان
كان اللقاء الأول بجبريل عليه السلام، فقال له سيدنا جبريل عليه السلام: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال له جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومن هنا بدأ الوحي. ولما انقطع الوحي فترة حزن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما كان يسير ببطحاء مكة إذا بصوت من السماء ينادي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فإذا بجبريل عليه السلام جالس على كرسي بين السماء والأرض. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى خديجة رضي الله عنها وهو يقول: زملوني زملوني. قيل: ونزلت سورة المزمل، وقيل: نزلت سورة المدثر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية عند سدرة المنتهى في الإسراء والمعراج. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدرر والياقوت ما الله به عليم. والتهاويل هي الألوان المتعددة، فقد خلق الله عز وجل للملائكة أجنحة 2 و3 و4، ويزيد فيها ربنا عز وجل ما يشاء. وفي حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن رأى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق. ومع عظمة خلق جبريل عليه السلام فقد كان أخوف الخلق لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على الملأ الأعلى، فإذا بجبريل كالحلث البالي من خشية الله. وقد شبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بدحية بن خليفة، قيل هو دحية الكلبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي الأنبياء، فإذا بموسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنؤة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم، ويقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: ورأيت جبريل عليه السلام، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية بن خليفة. ولذلك كان كثيرا ما كان يأتي جبريل عليه السلام على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان دحية رجلا جميل المحية. وكان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام يعلمه أمور الدين، فعلمه الوضوء والصلاة. وكان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيراه الصحابة، كما جاء في حديث جبريل المشهور، وكان يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، اللهم إنا نشهدك أن نحبك ونحب جبريل عليه السلام. وأحب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، بل إنه كان صلى الله عليه وسلم يشتاق إليه إن غاب عنه، فإذا غاب عنه ثم التقى به قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جئت حتى اشتقت إليك. فيقول له جبريل عليه السلام: وما ننزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وكان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضا أو وجعا رقاه جبريل عليه السلام، قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن كل حاسد إذا حسد، ومن كل شر ذي عين. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في يوم الطائف، وكان معه ملك الجبال، فناداه وقال له: إن الله بعث إليك ملك الجبال لتأمره ما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال له رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو رحمة للعالمين، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وكان جبريل عليه السلام يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب بجواره، كما نزل يوم بدر نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين،
ومعه الملائكة الكرام، وكان قائدا لهم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل، أخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقد كان جبريل عليه السلام يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان من كل عام ليدارسه القرآن الكريم. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان ليدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وظل جبريل عليه السلام مدة 23 سنة يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالوحي من السماء ويعلمه التأويل. وفي السنة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام مرتين يعارضه القرآن، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله. فعن فاطمة رضي الله عنها وصلي اللهم وسلم وبارك على أبيها قالت: أسر إلي، يعني أن أباها حدثها سرا، فقال لها إن جبريل كان يعارضني القرآن كل عام مرة، وإنه عارضني هذا العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض ويشتد به المرض ويموت صلى الله عليه وسلم، وينقطع جبريل عليه السلام عن الأرض. وقد حزن الصحابة على موت النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا كما حزنوا لانقطاع الوحي من السماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي لهذا؟ ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. وقد اختلف العلماء هل ينزل جبريل عليه السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال ينزل ومنهم من نفى ذلك. والصحيح والذي لا شك فيه أن الوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أثبت فريق من أهل العلم أن جبريل عليه السلام ينزل إلى الأرض، وذلك في ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله. عزيزي المشاهد، إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما لنا، والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد، ولا تنسى مشاركة المقطع مع من تحب، فالدالة على الخير كفاعله.